بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. كلمه نوجهها الى المسلمين والمسلمات الى المرضى في كل مكان بإذن الله سبحانه وتعالى قبل ان يذهب المريض الى اي معالج او الى اي راقي واجب عليه شرعا أن يسأل عن أحوال هذا الراقي، يسأل عن تصرفات الراقي، يسأل عن رقية هذا الراقي، لأن الشرع لا يجيز الذهاب إلى الكهنة ولا إلى السحرة ولا إلى المنجمين ولا إلى العرافين. فان ذهب ذلك الشخص الى كاهن او ساحر او عراف او دجال وهو يعلم بانه كاهن او يعلم بانه ساحر او يعلم بانه عراف منجم فهذا في خطر عظيم هذا يعرض دينه وعقيدته الى خطر عظيم وهو غضب الله سبحانه وتعالى لماذا لان الشرع نهى عن الذهاب إلى الكهان من الذي نهى؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية أخرى من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فهذا الإنسان الذي يذهب يعالج عند السحرة وعند الكهنة والعرافين والمنجمين يعرض عقيدته ويعرض إيمانه ويعرض دينه ويعرض صلاته إلى البطلان فلذلك واجب شرعا أن يسأل عن رقية ذلك الراقي قبل أن يذهب إليه وأنتم تروا في اليوتيوب وعلى تواصل أو وسائل التواصل الاجتماعي رقى الرقات رقى الرقاة يأتون ببدع وضلالات يأتون بكهانة ودجل أصلها من الكتب الصفراء من عند السحرة وأصلها من الهوى والجهل وأصلها من الابتداع وأصلها من عند الشياطين الذين يحاورونهم على ألسنة المرضى المساكين بحجة ماذا؟ بحجة الاجتهاد أنهم يجتهدون والعوام الذين يتابعونهم أصبحوا يقولون هذا الكلام الرقية اجتهاد ويأتون بذلك الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا لكن دائما ينسوا الشطر الآخر من الحديث أعرضوا علي رقاكم فالرقية الاجتهادية هي التي تأتي في عدم وجود النص هذا من جهة وأيضا الرقية الاجتهادية التي تعرض على عالم من العلماء كما قال إبراهيم الشيخ رحمه الله وكما قال العلامة الصالح الشيخ فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قديما كانوا إذا اجتهدوا في رقية كما فعل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يعرضون هذه الرقية التي يجتهدون فيها وهذا الاجتهاد أصلا في كتاب الله في ماذا يجتهدون اجتهدوا أنهم قرأوا الفاتحة اجتهدوا أنهم قرأوا القرآن اجتهدوا أنهم جاءوا بالذكر لم يأتوا بأشياء أخرى لم يجتهدوا في الاستعانة بالجن أو الاستعاذة أو الاستغاثة أو استخدام الجن والتعامل مع الجن ومصادقة الجن لم يجتهدوا في هذا الامر امر الازهوري الذي هو اصله من عند المنجمين لم يجتهدوا في مساله السحر الموروث وسحر السلاله لم يجتهدوا في الحوار مع الشيطان لساعات وساعات ضحك وسهر واستهزاء وتلقيب له بالقاب عظيمه وتعظيمه و مجالسته لساعات وساعات هذه كلها ليست اجتهادات يا عباد الله خافوا الله اتقوا الله سبحانه وتعالى هذه لا دخل لها في الاجتهادات هذه اصلها اصل فعل السحره والكهنه الكهنه كانوا يحاورون شياطينهم في الخلوه كما قال تعالى اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون وهؤلاء الرقاة الدجاجله رقاة الكهنه رقاة الحوار والاستعانة أصبحوا يحاورون الشيطان علنا أمام الناس أمام الملأ مباشرة على القنوات بالتسجيل وبالتصوير المباشر والعوام الجهلة البعيدون عن الكتاب والسنة والبعيدون عن فتاوى الأئمة يشجعونهم ويصفقون لهم ويطبلون بل يبجلونهم بل يسبون العلماء الذين بينوا عوار وبينوا ضلال وبينوا جهل هؤلاء الرقاة الجهلة الذين هم بعيدون كل البعد والله وبالله وتالله رقيتهم رقيه شركيه والله وبالله وتالله رقيتهم رقيه كهانه والله وبالله وتالله رقيتهم رقيه عرافه ورقيه دجل ورقيه بدع وخزعبلات وضلالات وهي خطيره على المريض على عقله على دينه على صحته على ماله على عرضه فهؤلاء جهلة من المفروض أنهم يحاربوا من المفروض أنهم يعاقبوا من طرف آه من طرف ماذا؟ من طرف القانون في أي دولة عربية كانت يعاقبون لأن هناك مواد موجودة في دستور كل دولة عربية أنها تعاقب الشعوذة وتعاقب الدجل وتعاقب الكهانة وهؤلاء الرقاة في الحقيقة هم أخذوا أماكن وأخذوا آه مجالس وأخذوا ما كان يفعله السحرة والكهنة فاختفى السحرة عن الأنظار وظهر هؤلاء مباشرة رقاة الكهنة والدجل وقد تكلمنا الحوار مع الشيطان لساعات وساعات وفي أمور غيبية وبيّنا تعريف الكاهن انه هو الذي يعمل مع الشيطان او يخبره الشيطان بامور غيبيه عن الناس غيبيه عن الناس او غيبيه لا يعرفها اصلا الناس سواء كانت عن ذلك المريض الذي يتلبسه او عن اناس اخرون او عن اخبار لا يعرفها هؤلاء الناس من قريب وايضا كما قال الشيخ الاسلام بن تيميه هو الذي يتعامل مع الجن يسرق له الاشياء او يخبره بالاشياء او ياتيه بالاشياء او يمرض فلان او ينسي فلان في العلم او او وهذه كلها بيناها وتكلمنا عنها في دروس مفصله. فهؤلاء الرقاة كهان. هؤلاء الرقاة ليسوا برقاة شرعيين، بعيدون كل البعد عن الرقيه الشرعيه. هذا من ناحيه الحكم الشرعي. كما أنه لا يجوز الذهاب إليهم شرعا لا يجوز طلب العلاج عندهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإتيان للكهان قال لا تأتوهم لا تأتوهم أي لا تأتوا الكهان وقد أفتى العلماء الكبار ابن باز والشيخ الألباني والشيخ مقبل والشيخ اللحيدان والشيخ العباد وصالح الشيخ والشتري وعبد الرزاق البدر والكثير 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 من العلماء بعدم جواز الذهاب عند هؤلاء الكهان الذين يتكلمون مع الجن في امور غيبيه وياتيهم بامور غيبيه كذبا وبهتانا للاسف الشديد لكن الناس لبعدهم عن العلم لبعدهم عن العلماء لبعدهم عن الشرع يرون بان هؤلاء هم اولياء الله الصالحين وهم العلماء وهم الائمه وانا اشك وانا اشك سبحان الله لا اشك لا اشك انه لو ياتيهم صحابي من الصحابه رضي الله عنه وارضاه لا يتبعونه ويتبعون هؤلاء الجهله ممكن يسبون الصحابه ولا يسبون هذا الجاهل العامي الاحمق المغفل الذي يجالس الشيطان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يجالس الشيطان الا يكفيكم الا تخشوا الله الا تتقوا الله الا تخافوا من الله ألا تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعله وقوله وفي سيرته وفي تقريراته وتتبعون هؤلاء الرقاة الجهلة هؤلاء الرقاة الجهلة الذين يتكهنون الذين يسادقون الشياطين الذين يعملون مع الشياطين الذين يوجهون المرضى المساكين إلى مصادقة ومصاحبة هؤلاء الشياطين بحجة أنهم دخلوا إلى الإسلام فوالله الامر خطير جد خطير جد خطير. الرقيه ليست هذه الرقيه، مسار الرقيه تحول تحول من الرقيه الشرعيه من رقيه جبريل عليه الصلاه والسلام، رقيه الوحي التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى ورقيه النبي صلى الله عليه واله وسلم، ورقيه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ورقيه علماء السلف الى رقيه هؤلاء المتاخرين الجهله العوام الذين لا علم لهم ولا صله لهم. برقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا برقية الصحابة هؤلاء يحاربون الله ورسوله في باب الرقية هؤلاء يعملون مع الشياطين ألا ترونهم ألا ترونهم يضحكون مع الشياطين ويمزحون الشياطين ألا ترونهم يبجلون الشياطين بألقاب وألقاب ألا ترونهم يستغيثون بالشياطين شيطان 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 يا عاشقة يا عاشقة يا عاشقة هذه استغاثة وهذا نداء وقد ذكرت لكم فتوة شيخ الاسلام بن تيميه وفتوى مولى علي القاري الحنفي وبينت لكم بان هذا لا يجوز شرعا هؤلاء ليسوا برقات هؤلاء يفعلون ما يفعله الكهنة الدجاجلة هؤلاء يحبهم الشيطان أكثر مما يحب السحرة والكهنة الأصليين يا عباد الله والله وبالله وتالله أنتم تعرضون إيمانكم وعقيدتكم إلى الخطر وتعرضون عقولكم وتعرضون صحتكم واعراضكم واموالكم الى الخطر ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ انتم صرعه انتم انتم مصابون بالصرع. هل عندما يذهب المريض الى الراقي ويبدا الراقي يستفز في ذلك الشيطان المتسلط على المريض ويبدا يناديه ويبدا يتكلم ويحاور فيه بدون ايات قرانيه وبدون اذكار وبدون ادعيه حتى ولو حتى ولو قرأ عليه القران بنيه تحذير هذا لا يجوز لو قرأ القران مثلا هذا المعالج بدا يقرا في الفاتحه فقط لوحدها بنيه انه يحذر الشيطان هذا قد افتي فيه العلماء بارك الله فيكم افتت فيه اللجنه الدائمه وافتي فيه الشيخ الالباني وافتي فيه العلماء الكبار الاجلاء قالوا هذا فيه ضرب من ضروب الكهانه هذا لا يجوز الذي يقرا القران على المريض بنية تحضير الشيطان المتسلط عليه أو شيطان آخر هذا فيه ضرب من ضروب الكهنة فما بالكم بهؤلاء الرقاة الذين نراهم اليوم لا يقرؤون القرآن أصلا بل يتكلمون مع الشيطان مباشرة ويبدأون يستفزونه بألقاب وينادونه ينادونه ينادونه لكي يحضر ويقولونه هكذا ويأمرونه اصعد 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 هكذا بهذا اللفظ والعياذ بالله فلا يقرؤون عليه القرآن يرددون كلام من عندهم لا معنى له يرددون الجمل ويرددون كلمات هم جاءوا بها من عندهم ويكررونها كأنها قرآن كريم كأنها قرآن كريم فأصبح العوام الجهلة الذين لا يعرفون أحكام الرقية الشرعية يتبعون هؤلاء ويرون بأن الرقية هي هذه الرقية هي هذه وليست قراءة قرآن وقد قال قائلهم وكبيرهم في الجهل وفي الضلال، قال لهم الرقيه ليست قرآن. قال لهم الرقيه ليست قرآن، الرقيه إذا ماذا إذا لم تكن قرآن؟ قال تعالى: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين". الشيخ ابن القيم في كتابه الداء والدواء قال: "العلاج بماذا يكون؟ يكون بالقرآن، ويكون بالأذكار، ويكون بالأدعية". هذه الكلمات، هذه الكلمات هي الشفاء في حد ذاتها. هي الشفاء في حد ذاتها عندما تقول اعوذ بكلمه الله التامات من شر ما خلق. ما هي كلمه الله؟ كلمه الله قدريه وشرعيه، قدريه وشرعيه، الشرعيه هي القران الكريم والاذكار والادعيه، فاذا لم تقرا القران على المريض ماذا تقرا عليه؟ تقرا عليه التوراه، تقرا عليه الانجيل، النبي صلى الله عليه واله وسلم لما راى امراه تريد أن ترقي عائشة فيما, فيما أظن أو فيما أتذكر، قال لها أرقيها بكتاب الله. أرقيها بكتاب الله، سواء كان يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم التوراة أو يقصد به القرآن، المهم الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ولم يحرف التوراة أو الإنجيل أو غيره. فقال لها أرقيها بكتاب الله. يرقيها بكلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله هو الشافي الكافي، ومن لم يشفيه كلام الله لا شفاه الله، ومن لم يكفيه كلام الله لا كفاه الله، فهؤلاء ابعدوا المسلمين ابعدوا المسلمين عن ماذا؟ عن العلاج بكلام رب العالمين، ابعدوا المسلمين عن العلاج بالاذكار وبالادعياء الوارده عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، واصبحوا يجالسون الشياطين. ويحاورون الشياطين ويخاطبون الشياطين بل يأمرون الشياطين ويستمتعون مع الشياطين والشياطين تستدرجهم والشياطين اهدافهم طويله وبعيده بعيده المدى فالشيطان لما يحاور ذلك الراقي المخر المخرف المغفل الاحمق لما يحاور هو يكذب عليه ويستهزئ به ويظهر بانه يبكي ويظهر بانه فعلا تألم ويظهر بأنه مذنب ويذهب ويظهر بأنه قد تاب الى الله هذا الشيطان هذا الشيطان اللئيم هذا الشيطان اللئيم ابليس اللعين يبكي يبكي في ليله عرفه لما يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد غفر لجميع المسلمين في تلك او في ذلك اليوم ويبكي عندما يسجد المسلم فهل عندما يبكي الشيطان نقول بأنه قد تاب وإنه قد رجع إلى الله سبحانه وتعالى الشيطان الذي ابتقى معه أبي هريرة ماذا قال له أدلك على كلمات يعني الحاجب بين الجن والإنس هذه الكلمات وقرأ عليه آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك وهو كذب هو صدق في هذا الأمر لأن الأصل فيه كذب لكن صدق فإذا صدق هل هذا الشيطان لما صدق نقول أنه دخل إلى الإسلام ونقول أنه آمن ونقول بأنه تاب ونأمره بأنه يصلح ما أفسد الشيطان شيطان الشيطان شيطان يبقى الشيطان لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما التقى بذلك الشيطان في صدر عثمان بن مضعون قال له أخرج عدو الله أنا رسول الله نداه وأمره بالخروج وأطلق عليه لفظ عدو عدو الله ولم يقل له ادخل الى الاسلام والنبي صلى الله عليه واله وسلم بعث نبيا ورسولا لثقلان الانس والجن ومع ذلك لم يدعوه لم يدعوه لم يدعوه الى الاسلام فياتي حي بيصة وياتي هذه البعره وياتي هذا الجهيل وياتينا بطريقه افضل من طريقه النبي صلى الله عليه واله وسلم ياتينا بجديد من عنده هي نزل عليه الشيطان اللعين فيا إخوتي أنا أحذركم لألف مرة أحذركم من هؤلاء هؤلاء ضد الرقية النبوية وضد الرقية جبريل هؤلاء يعملون مع الشياطين هؤلاء يستخدمون الشياطين وقد سمعتم في كم من مقطع ذكرت لكم كبير المخرفين في المغرب يستخدم الشيطان في العملية الجراحية ويقول قد فعل وقام بعملية جراحية ناجحة المئة بالمئة هذا استخدام للشياطين هذه استعانة وهذه استغاثة سبحان الله كيف ما لكم لا ترون لا تسمعون لا تفهمون لا تفقهون يا عباد الله هؤلاء يأكلون أموالكم بالباطل هؤلاء والله العظيم لا تجد عندهم الشفاء لو تيسر لنا الامر وسأن الذين يذهبون اليهم لقالوا لنا جميعا بان حالتهم زادت سوءا زادت مرضا زادت سخطا وغضبا زاد الشيطان فيهم تحكما، لماذا؟ لانهم يدعو في الاخير المرضى ان يتعاملوا مع ذلك الشيطان المسلم ما دام انه دخل الى الاسلام كما يزعمون والمسلم اخو المسلم كما يقولون فالمراه اذا كان بها جني ويقولون قد دخل الى الاسلام وقد امر بعض المرضى بان يتعاونوا مع اولئك الشياطين بحجه انهم دخلوا الى الاسلام من اجل ان يحصنوهم ومن اجل ان يدافعوا عنهم ومن اجل ان يقاتلوا معهم باقي الشياطين فهذه دعوه الى الكهانه دعوه الى الدجل دعوه الى ان يصبح ذلك المريض الذي جاءهم يصبح ساحرا ويصبح كاهنا يفتحون أبواب للكهانة والعياذ بالله وهؤلاء المرضى جلهم عوام جلهم عوام ويتلاعب معهم الشيطان ويأتي لتلك المرأة ويقول لها أنا قد دخلت إلى الإسلام عند الشيخ الفلاني حيث بيصا الجاهل فلماذا لا تقبليني ولماذا تطرديني وقد قال رجل بأنني رأيت في المنام كذا وكذا وكذا وقال له ذلك الجن الذي دخل إلى الإسلام أعانك وقاوم أولئك الشياطين الذين يريدون أن يتسلطوا عليك يا عباد الله هؤلاء خطر والله العظيم والله وبالله والله خطر على الأمة الإسلامية على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الجن والشياطين أصبح الناس الآن يعتقدون بأن الرقية الشرعية هي الحوار مع الشيطان الرقية الشرعية هي اللعب بالقرآن الرقية الشرعية هي الرقية بالأناشيد يرقون بالأناشيد سبحان الله الرقية الشرعية أصبحت عند هؤلاء الناس العوام أن الراقي يأتي مباشرة يحاول الشيطان ويناقش الشيطان الرقية عندهم أصبح الآن يهبزت ويسبسط الراقي في المكبر مكبر الصوت ويكرر كلمات لا معنى لها وقد تكون شركا نعم تكون شركا و سمعنا منهم منادات للشيطان عندما يقول شيطان 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 غوريلا 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 قط 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 حي 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 هذه منادات للشيطان هذه منادات للشيطان هذه استغاثه بالشيطان يا سبحان الله لا تقرؤون دينكم لا تقرؤون الاستغاثه اذهبوا الى باب الاستغاثه وتجدون بانهم يستغيثون وينادون الشياطين بهذه الالفاظ بانواعهم واصنافهم تعبان, تعبان 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 هذا قرآن هذا قرآن كيف نعالج الناس كيف نعالج الناس نعالجهم بكلام الله سبحانه وتعالى نعالجهم بالقرآن الكريم أبعدنا الناس عن العلاج بكلام الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبعدناهم عن الدين عن الدين نعم الرقية الشرعية دين الرقية الشرعية عقيدة الرقية الشرعية توحيد لما نذهب إلى كتاب التوحيد نجد باب الرقى باب السحر باب الكهانه، باب التنجيم، باب العرافه، باب الطيره، باب كذا فهي داخله في باب الاعتقاد، داخله في باب الاعتقاد فالان العوام طعن طعنا عقيدتهم في هذا الباب، باب الاعتقاد في باب في 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 باب الجن والشياطين فهؤلاء محاربون لعقيده اهل السنه والجماعه محاربون لعقيده الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فعقيده اهل السنه والجماعه في التعامل مع الشياطين ليست هذه. لو جئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع الشياطين ولم يتعامل مع الجن. بل الذي اثر عنه وعرف بانه ذهب ودعا الجن وقرا عليهم القران. تلك الليله التي تسمى بليله الجن. لما ذهب معه عبد الله بن مسعود ولما استقبل جن ابن نجران او فيما اتذكر في المسجد. قرأ عليهم القرآن هذا الذي عرف عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اما انه يحاورهم ويجالسهم ويمازحهم ويخاطبهم ويسألهم عن امور غيبيه عن حال المريض لما كان جنين في بطن امه وعن امه وخالته وعمته وعمه وعن كذا وكذا وكذا هذا كله كهانه ودجل اطلبوا العلم اطلبوا العلم يا مساكين ارجعوا الى تعريف الكهانه اقرأوا درس في الكهانه اقرأوا درس العراف درس التنجيم، اقرأوا درس السحر والساحر، اقرأوا الدروس هذه والله العظيم يظهر لكم امر هؤلاء الجهالة، هؤلاء ليسوا برقاة، ليسوا برقاة، الرقية إما شرعية وإما شركية، هؤلاء رقيتهم شركية، رقيتهم بدعية، رقيت خزعبلات وضلالات فقراءة الراقي حتى ولو كان يقرأ القرآن يقرأ ويكرر يقرأ ويكرر يقرأ ويكرر يقرأ ويكرر ويخاطب ذلك الشيطان ويناقشه ويحاوره هل فيها نتيجة؟ لا نتيجة فيها لا نتيجة اقرأ القرآن فقط يا مسكين اقرأ القرآن الكريم والقرآن هو الشافي الكافي كلمات الله هي التي تشفي ولست أنت أنت, أنت اقرأ فقط اقرأ القرآن أنت عندك أمران الجلوس المباشر مع المريض قراءة القرآن والنفذ فقط النفط فقط أما الذي يشفي في حد ذاته وبذاته هو القرآن الكريم كلام الله كلام رب العالمين كلام رب الأرباب فأنتم أبعدتم كلام الله سبحانه وتعالى وأبعدتم الذكر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن طريق الوحي وأبعدتم الأدعية واخترعتم لنا من عندكم ومن عند شياطينكم ومن عند كهانتكم وبدعكم وضلالكم كلمات سجع جمل ألفتموها من عند الشيطان والعياذ بالله فيها الاستغاثة وفيها منادات وفيها الاستعانة وفيها استخدام للشيطان والعياذ بالله يا عباد الله يا عباد الله اتقوا الله وخافوا الله يا عباد الله اتقوا الله وخافوا الله بالخصوص هؤلاء الأتباع الذين يتبعون هؤلاء الرقاة الجهلة لا تعينونهم عن المنكر توبوا إلى الله ابتعدوا عنهم حذروا منهم لا تذهبوا إليهم لا تشجعوهم لا تصفقوا لهم ولا, ولا تطبلوا ولا ترقص إليهم الدنيا أيام فقط عندما تقف أمام الله سبحانه وتعالى كيف تجيبه كيف تجيب أنت لم تقتدي بالنبي ولم تتبع رقية جبريل ولم تتبع رقية النبي صلى الله عليه وسلم ولا رقية أبي سعيد الخدري ولا رقية الصحابة ولا فتوى الآئمة وذهبت إلى هذا الكاهن الدجال الذي يحاور الشيطان ويسادق الشيطان ويتعامل مع الشيطان والعياذ بالله ويصفق للشيطان ويطبل للشيطان ويمازح الشيطان ويبجل ويدعو للشيطان تجد الراقي المخرف الدجال كبيرهم في الضلال يدعو للشيطان في كم من مقطع فيديو يقول له غفر الله لك جعلك الله وجعلني من الجنه تدعو للشيطان تدعو للشيطان هل وجدنا فتوى لعالم من العلماء يجوز فيها الدعاء للشيطان حتى يا سبحان الله حتى العلماء قالوا لا يجوز حتى الدعاء للكافر اذا كان من الاقارب اذا كان كافر من الاقارب لا يجوز لك ان تدعو له لانه كافر والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم هل استغفر لابي طالب عمه ابو طالب ها فيا عباد الله يا عباد الله يا عباد الله يا عباد الله هذا دين وهذا اعتقاد وهذا امر خطير لا تتبعوا هؤلاء الجهله لا صلة لهم بفتاوى العلماء بل يسبون العلماء وينفرون الناس من العلماء ويُحذِّرونَهم هم من العلماء لأنهم يروا بأنهم علماء وحقيقة هم علماء علماء في الجهل وعلماء في الدجل والكهانة وعلماء في الشعوذة والشعبذة والعياذ بالله فالحذر الحذر احذروا منهم لا تذهبوا إليهم وحذروا منهم الناس هذا نصرة للدين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فهؤلاء لا تجدون عندهم العلاج المرضى المساكين المغرر بهم لا تكون مثل الفراش الذي اذا راى النار يذهب اليها مسرعا فيحترق يظنها نورا وهي نار محرقه هؤلاء النار محرقه والعياذ بالله هؤلاء لا نور عندهم المجلس الذي فيه الشيطان وفيه محاورة للشيطان وفيه جلوس مع الشيطان لساعات وساعات لا يوجد فيه الملك وأنا أؤكد لكم وأقول لكم الملك لا يجلس ولا يبقى في المجلس الذي يوجد فيه الشيطان هذا بالأدلة صح. أنا جئتكم بأدلة نبوية أدلة من السنة المطهرة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وجاء أعرابي وبدأ يسب أبي بكر وأبي بكر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت فرد عليه ابي بكر فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم تركه فذهب اليه ابي بكر قال اوجدت مني يا رسول الله؟ قال له كان يسبني وانت ساكت فلما رددت عليه تركتنا قال له نزل لما كان يسبك نزل ملك من السماء يرد عليه فلما رددت عليه ذهب الملك وحضر الشيطان وانا لا اجلس في مجلس يحضر فيه الشيطان فالمجلس الذي يكون فيه الشيطان لا يكون فيه الملك لا يكون فيه الملك فالحوار مع الشيطان لساعات وساعات وساعات مجلس لا خير فيه مجلس فيه الشر والعياذ بالله لأن المكان الذي يحضره الشيطان فيه الشر وقد أعطيت لكم كم من دليل بأن المكان الذي يحضره الشيطان لا يحضره الملائكة عليه الصلاة والسلام والشرع أمرنا بأن نستعيذ من النزغ فقط وليس من الشيطان في حد ذاته وإن نزغك نزغ كنزغ من الشيطان فاستعذ بالله إنه السميع العليم إذا أحسست بنزغ من الشيطان والسنة المطهرة بينت لنا بأنك إذا أحسست بوجود جني أو بوجود شيطان فهرول إلى الآذان سارع إلى الآذان سارع إلى الذكر سارع إلى قراءة آية الكرسي سارع إلى قراءة المعوذتان سارع إلى قراءة أواخر سورة البقرة وليس إلى كلام مختلق كلام من عندنا غير معروف فيه استغاثة وفيه منادات للشياطين والعياذ بالله مجلس ننادي فيه الشياطين يا شيطان يا شيطان يا شيطان يا شيطان يا عاشقة يا عاشقة لكي تحضر لكي تحضر الجنية ويبدأ يحاورها ويناقشها من أجل ماذا من أجل أكل أموال الناس بالباطل من أجل تسجيل ذلك الفيديو الذي يعرض على الآلاف والآلاف في المعمورة وفي بقاع الأرض من أجل الشهرة من أجل الشهرة يضلل نفسه بل هو أصلا ضال لأنه مصاب بسحر ومصاب بمس والعياذ بالله لأن الشياطين متسلطة عليه بل يضلل العوام المساكين يضلل الناس يضلل المرضى يفتن الناس والعياذ بالله بهذه الطرق الضالة المضلة والعياذ بالله فاحذروا من هؤلاء لا يجوز طلب العلاج عندهم، لا يجوز الذهاب اليهم، لا يجوز سؤالهم، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وهذا الكلام الذي اقوله ليس من عندي. هذا وفق النصوص الشرعيه، وهذا ما قاله الشيخ الالباني، وقاله الشيخ ابن باز، وقاله الكثير والكثير والكثير، بل كل العلماء قالوا لا يجوز الذهاب الى الكهان، وهؤلاء بالادله الشرعيه من الكتاب والسنه بينا بانهم كهان، لماذا؟ لانهم يستغيثون ويستعينون. وينادون ويستخدمون ويتعاملون مع الشياطين، وهذا لم يكن لا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا عند الصحابه ولا عند السلف ولا عند الائمه. ولا احد من الصحابه تعامل مع الشياطين. يقول لك هم يطلبون مني ان يخدمونني، هل انت سليمان عليه السلام؟ هل انت ولي من اولياء الله الصالحين؟ هل انت صحابي؟ هل انت نبي؟ النبي لم ياتوا اليه ولم يطلبوا منه ان يساعدوه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل معهم لم يجالسهم لم يحاورهم لم يخاطبهم لم يستعين بهم لمعرفة مكان سحره أو سحر غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فتأتي أنت حيث البعيرة تأتينا بطرق شيطانية من عندك نزل بها الشيطان اللعين عليك من أجل ماذا؟ من أجل محاربة عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الجن والشياطين من أجل تخريب عقول الناس من أجل تحريف مسار الرقية الشرعية التي هي كلام الله والذكر والأدعية فجئتم وخرجتم علينا بهذا الضلال المبين وبهذا الكهانة وبهذا الدجل والعياذ بالله فأنا أنصحكم مرارا وتكرارا لا تذهبوا إلى هؤلاء الرقاة الذين يحاولون الشيطان ويستعينون به ويستغيثون به ويستخدمونه ويتعاملون معه أصحاب الأزهوري وأصحاب السحر الموروث كذبا وبهتانا لا أدلة ولا آية ولا حديث ولا قول صحابي ولا قول عالم وأصحاب السحر السلالة وأصحاب 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 مصاصي الدماء وجدوا أنفسهم لماذا؟ لأن الذين يتبعونهم ليسوا بطلبة علم ولا يعرفون الأحكام الشرعية للرقية ولا يعرفون الكتاب والسنه بل هم عوام مساكين يتشبثون باي ناعق ينعق من اجل العلاج ومن اجل الشفاء ولو كان ساحرا والعياذ بالله فهؤلاء انا عندي والله اخطر من السحره كما قلت لكم مرارا وتكرارا الساحر يفتح الباب للشيطان للدخول وللتحكم نوعا ما في المسحور اما هؤلاء يمكنون للشيطان يحكمون الشيطان فيك عن طريق الحوار يكملون ما لم يكمله الساحر يفعلون ما لم يفعله الكاهن فهم يساعدون الشيطان في التسلط والتحكم وفي سرع المريض وفي إغمائه وفي أفعال وأفعال لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى فهؤلاء يعملون مع الشياطين أصدقاء للشياطين يساعدون الشياطين والشياطين تخدمهم تخدمهم في باب الشهرة وتخدمهم وتبين للناس بانها تابت على ايديهم. لو ناتي ونقارن بين ما فعله العلماء وفعلوا هؤلاء الرقاة الكهنة نجد هؤلاء الرقاة ان اي شيطان يدخل الاسلام، يدخل الاسلام، يدخل الاسلام، يدخل الاسلام، يدخل الاسلام،, يدخل الإسلام، فاصبحوا اعظم من شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية لم يقع له هذا، ولا ابن الجوزي. بل اعظم من ابي بكر الصديق وعمر رضي الله عنه. هل ثبت ان عمر أدخل المئات والمئات والمئات من الجن أو الشياطين إلى الإسلام. هل ثبت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وجد جني جني بإنسان أنه دعاه إلى الإسلام؟ لم يثبت، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي تفعله أنت كل خير في إتباع من سلف وكل شر في إبتداع من خلف. كيف نترك نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ونأتي إليك؟ نترك السنة المطهرة قولا وفعلا وتقريرا ونأتي إليك أنت على أساس أنها اجتهاد هذا ليس اجتهاد الاستعانة ليست اجتهاد الاستعانة الشرك الاستعانة ضلال الاستعانة كيانة الاستغاثة بالشيطان ليست اجتهاد الحوار مع الشيطان لساعات وساعات وإخباره بأمور غيبية ليس اجتهاد استخدام الشيطان والتعاون مع الشيطان ليس اجتهاد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على دينكم وحافظوا على عقيدتكم حافظوا على صحتكم وأموالكم حافظوا على عقولكم لا تذهبوا إلى هؤلاء الجهلة هؤلاء الجهلة هؤلاء الجهلة قد تسلط عليهم وتحكم فيهم أصلا الشيطان وجل هؤلاء الرقاة الذين يحاورون الشيطان ويتعاملون مع الشيطان ويستعينون به ويستغيثون به هم مصابون بالمس والله العظيم هم مصابون بالسحر والمس ولا أشك بأن الشيطان هو الذي يتكلم على ألسنتهم والله لا أشك بأن الشيطان هو الذي يفتعل هذه الأشياء عن طريقهم هو الذي يتكلم على ألسنتهم ويأتي بتلك الجمل ويأتي بتلك الاستعانة والاستغاثة فيا عباد الله ابتعدوا عن هؤلاء لا تجدوا عندهم الخير أبدا مجالسهم مجال الشيطان حوار مع الشيطان مجال الشر والعياذ بالله لا نور فيها ولا خير فيها المجالس التي فيها الخير القرآن الكريم، الأذكار، الأدعية، المجالس الخيرية التي ليس فيها حوار مع الشيطان واستعانة واستغاثة واستخدام للشيطان. فالحذر، الحذر، الحذر بارك الله فيكم وهذا ما أردت أن أقوله لكم وبارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.